سماحة الشيخ، ما هي الأسباب التي تدعو لنجاح مثل هذا الحوار لو أقيم، إذا كان حوارا متجردا وليس مجاملات؟ بالنسبة للحوار إذا أقيم على هذا الوجه الذي ذكرناه هو دائما ناجح. نعم، لأنه يحقق أحد هدفين لا بد منهما: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم، فمعذرة إلى ربكم تتحقق. نعم، على كل حال. نعم، ويبقى الهدف الثاني، هذا ليس إلينا، هذا قدري. نعم، فالله هو الذي يهدي ويضله، من هداه بفضله ومن أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، فلذلك يرجى من خلاله نصرة هذا الدين، وأيضا تحرير عقول المستضعفين. نعم، فالمستضعفين الذين ينظرون إلى هذا البهرج ويخيل إليهم هذه التخيلات التي يؤثر فيها الإعلام تأثيرا هو أبلغ من السحر. صحيح، فكثير من عوام المسلمين ونسائهم وأطفالهم الآن يرون هذه الأمور، فيعتقدون أن في شيء مقدس اسمه البابا، في شيء مقدس اسمه الأنباء والرسولي وكذا وكذا. نعم، والكاردينالات. وأيضا يرون من خلال البهرج أن هذا حرية، وحرية الديانة، وحرية، تتعرف أن العلمانيين عندنا في العالم العربي لهم ثلاث صفات تميزهم. نعم، الصفة الأولى أنهم يؤمنون بالحرية، حرية الشخص في كل شيء وفق النموذج الغربي إلا في اللباس. صحيح، معناه الحجاب هذا ليس، لا يدخل في نطاق الحرية، هذه ظلامية ورجعية. نعم، هذا لا يدخل في الحرية. نعم، وأنهم يحترمون كل التخصصات إلا تخصصا واحدا، الشرعي. صح، ويرون أن كل صاحب تخصص له الحق أن يتكلم في تخصصه إلا العالم الشرعي. ما إيه؟ ماله. نعم، ذلك يقولون ما نحتاج، الدين مفهوم و... نعم. نعم، لا يحتاج إليه. نعم، والثالثة أنهم أيضا يرون احترام كل الأديان إلا الإسلام. إلا الإسلام، سبحان الله، كل الأديان ينبغي أن تحترم وتقدر. نعم، إلا الإسلام. الله أكبر، الله يهدي فيهم. هذا هو عمل الإعلام، وهو بمثابة سحر يغطي على العقول. نعم، أنت تشوف الإنسان يسجن خيرة الناس ويعذبهم ظلما عدوانا، ما يريد منهم أي حق، وما له عليهم أي حق، ويأتي يكرم الكفار في جار العالم، يجمعهم، بل حتى بعض الأحيان البهائم. سبحان الله، يطلق البهائم ويقيم لها مهرجانا أو يقيم لها أيضا حتى محميات وحماية ورعاية. نعم، والبشر، خيرة البشر في السجون وفي المعتقلات و... نعم، وتلفق لهم التهم، والإعلام يسلط عليهم، يسلط على هذا حتى يخيل للناس أن هذا صدق. سبحان الله، سبحان الله. نعم، طيب سمحت الشيخ، يعني أما ترى أن من أسباب نجاح هذا الحوار يعني تحديد المصطلحات، أعني يعني بعض الناس في هذه الحوارات قال ينبغي أن نتوافق على أن المؤمن هو من يؤمن بوجود الله، لا، وأن الكافر، نحن لا نعرف الإيمان وما كنا نعرفه. نعم، وإنما عرفناه من خلال الوحي. نعم، والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم، والإيمان حدده لنا الوحي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بالجميع. نعم، بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أولاهم بأن نؤمن به. نعم، ومن كفر بكتاب واحد فقد كفر بكل الكتب المنزلة. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم، إيه نعم، فلذلك الإيمان حدده الله وليس لنا نحن الحق في تحديده، والكفر حدده الله وليس لنا نحن الحق في تحديده. يعني إذن من أول أسباب نجاح الحوار تحديد المصطلحات. طيب، أيضا هو المصطلح كما ذكرنا حتى اسم الله عز وجل، الله مختلفون فيه. إيه نعم، نعم، وحتى عيسى، من هو عيسى بن مريم؟ مختلفون فيه. إيه نعم، من هو موسى عليه السلام؟ نعم، وهكذا. طيب، أيضا من أسباب النجاح أن يكون قاصرا على أهل العلم. نعم، هذا الأصل، هو على أهل العقل الذين يمكن أن يعقلوا. نعم، فمن لا يعقل لا يمكن حواره. الآن مثل هذه الزيارات أهل العلم عنها مغيبون، هذه إنما يؤتى فيها بالممسوخين من أهل العلم
الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. نعم نعم. وهؤلاء باعوا دينهم بدنيا غيرهم، لا إلى الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم. أيضا الحوار لابد أن يكون بعيدا عن الجمهور. لا هو لا مانع من إقامته أمام الجمهور. نعم. إذا كان في ذلك حجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حواره مع نصارى نجران في المسجد. في المسجد نعم. نعم. نحن ما نخاف من إذا جاء بأهل الحجة والبيان من أهل الاختصاص من أهل الكتاب والسنة، فإنهم يقيمون الحجة. قال موعدكم يوم الزينة. إيه نعم. نعم. هذا إقامة حجة أمام الجميع. إيه. نعم. طيب قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نعم. هذه ما محلها؟ هذا خطاب للمشركين الذين حاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سبب نزول سورة سبأ. نعم. فإن الله أمره بهذا الحوار وأمره بالأدب فيه. نعم. والحرص عليهم. نعم. وعلى هدايتهم. نعم. وقولوا آمنا بالذي قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، أو في ضلال مبين. هذا التجريد. إيه نعم. نعم. ثم بعد ذلك دعاهم إلى التحلل من التقليد واتباع الهوى واتباع الآباء والأجداد، وأن يقفوا على أرضية صلبة. قل لا تسألون عما أجرمنا. وحينئذ كل واحد يسأل نفسه عما يقوله ويردده، هل هو مقتنع به؟ نعم. وهذا الذي حصل لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما سأله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا عمرو والله إن كنا لنعدك من أقلنا في الجاهلية، فما الذي أخرك عن الإسلام؟ نعم. قال ما هو إلا أن كان لنا شيوخ نفروا من هذا الأمر فاتبعناهم على ذلك، فلما ماتوا نظرنا فإذا الأمر واضح. الله. أبوه العاص بن وائل السهمي من المستهزئين. نعم. الذين كفاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين. إن شانئك هو الأبتر. نعم. العاص بن وائل من المستهزئين فكفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعمر كان يقلده في حياته. نعم. لكن بعد أن مات نظر هو فإذا الأمر واضح. الله. ونظير هذا أيضا ما حصل لبعض أهل الكتاب، فكعب الأحبار اليماني الحميري رضي الله عنه، كعب بن ماتع. نعم. نعم. كان أبوه حبرا من أحبار اليهود. نعم. وقد لما بعث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حسده فكذبه، وأخذ كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وملته والإسلام والمسلمين من التوراة والكتب التي لديه سواء من التوراة أو من غيرها من كتب بني إسرائيل، فجعله بالصندوق مستقل ووضع عليه أقفالا، وكان يحذره من الاتصال به أو رؤيته أو فتحه، ويقول يا بني احذر من هذا الصندوق ففيه الهلكة لك. سبحان الله. فلما مات رجع حزينا مهموما بموت والده، فقال هذا الصندوق لو كان هلكة لما حافظ عليه والدي كل هذا الحفاظ، فلا بد أن أعرف ما فيه وإلا لرماه في البحر أو أحرقه. نعم. ففتحه فإذا الأمر واضح. لا إله. فزال عنه ما كان يجده من الحزن على أبيه، بل أصبح يلعن أباه. الله. وانطلق إلى المدينة وجاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ولما سمع الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب. لا هذا غيره، هذا من نصارى نجران الذي وضع يده. نعم. فمر حوله راكب يقرأ سورة النساء في الليل. نعم. نعم. فوصل إلى قول الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها على أدبارها. نعم. على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فنزل مسرعا من الدير ويضع يده على وجهه يخاف أن يقلب في قفاه، فركب مع صاحبي البعير. نعم. حتى جاء المدينة وأسلم. الله أكبر.